لسه منورنا ومشرفنا الفنان محمد عبد الرحمن. يا محمد احنا وقفنا في ايه بقى عند ايه؟ انا خايف. انا خايف مش فاكر. احنا كنا بنقول ايه؟ لا بنتكلم على شحاته الاستاذ. الحكايه بدات ازاي؟ استاذ ورئيس قسم والسائق شحاته. بص هو الموضوع ابتدى ان انا كنت في يوم، يعني هحكيه لك من بدايته. ماشي. في يوم وانا صغير لا وانا في يوم قاعد كده فبتفرج على التلفزيون فلقيت ايه الزعيم عادل امام يجهز لمسلسله الجديد وبتاع، فانا قاعد كده قلت يا هو ممكن الواحد يشتغل مع الاستاذ عادل امام؟ طبعا حلم الاحلام يعني بجد بالنسبه لاي ممثل طبعا. يعني ان انت تشتغل مع الاستاذ عادل امام الزعيم حاجه يعني اوسكار مصر من الاخر يعني. فبعديها سبحان الله لقيت باسبوع او اسبوعين كده بيكلموني في المسلسل اصلا والله بجد. اوكي الحمد لله يعني. المهم رحت وقعدت مع الاستاذ وائل احسان وقعدت مع الاستاذ يوسف معاطي، بس ما كنتش قعدت مع الاستاذ عادل امام. فاتكلموا معايا وقالوا لي انت مترشح لدور كذا وبتاع ومش عارف ايه وهنشوف ان شاء الله باذن الله وركز ودي خطوه كويسه وبتاع. كنت انا وربيع بالمناسبه لان احنا الاثنين الحمد لله اشتغلنا في المسلسل ده. فالمهم بعديها بفتره جينا بقى ابتدينا الجد يعني يلا بقى اجتماعات وبتاع مش عارف ايه، وعملنا بروفتين ثلاثه برده ما شفتش استاذ عادل امام. كل ده طبعا يبعث على الطمانينه، مش عشان حاجه، عشان استاذ عادل امام ليه هيبه بجد يعني. انا كنت خايف من اللحظه دي. اوكي المهم رحنا اول يوم تصوير فكله بقى عمال يأهلني الموضوع عادي جدا ما تخافش، عارف انت اللي هو ما تقلقش احنا هنقتلك يعني. تقلقلي ليه متوتر؟ فالمهم اقول لهم تمام، لا ما فيش حاجه، انا تمام وجالي الكلابي، عارف انت اللي هو انا كويس قوي. المهم واقف بتكلم معاهم بيقول لي هو بس بيصور مشهد جوه الاستاذ عادل امام وهيخرج ان شاء الله باذن الله تقعد معاه وبتاع وما تقلقش واحنا هنبقى قاعدين معاك. ده ناس من الاخراج وناس من شركه الانتاج. فالمهم وهم بيتكلموا معايا بلف يا عم مروان ولا بيا ولا عليا رئيس بي افوجا بالاستاذ عادل امام الزعيم واقف في ظهري وباصص لي وعامل كده. قال لي انت مين؟ فقلت له انا محمد عبد الرحمن. فقال لي عامل ايه يا محمد؟ قلت له الحمد لله. قال لي عامل دور ايه؟ عامل جمعيه. قلت له شحات. قال لي شحاته وراح حاضني طبعا حضن جدا. قال لي مخطوف ليه؟ أستاذ عادل إمام أقسم بالله يعني لو في فعلا موضوع الطفرات ده مصدقينه بجد في الحقيقة فهو طفرة إنه يقدر يقراك من جواك مليون المية ويعرف صفاتك، يعرف بتفكر في إيه، يعرف كل حاجة جواك. قال لي أنت مخطوف ليه؟ أنا ما اتكلمتش معاه، أنا قلت محمد عبد الرحمن وبعمل شحاتة. قال لي اهدى ما تخافش، إحنا مش جايين نموت بعض هنا. احنا هنا جايين ننبسط ونعمل حاجه كويسه محترمه الناس تحبها. فعارف انت اللي هو يعني خلاص ريح الدنيا. هدوء السنين يعني. بعد كده بقى ابتدينا بقى شحاته بقى. شحاته اللي كان رهيب يعني. كان رهيب. طب انت اتعمدت تطلع بالاداء ده ولا الشخصيه كانت مكتوبه كده؟ اصل برضه استاذ يوسف معاطي زي ما بيقولوا يعني الورق ما بيخرش الميه. طبعا. ف أضفت حاجة للشخصية ولا الشخصية كانت مكتوبة كده بالأداء ده بالشكل ده؟ لا أنا أضفت الأداء. هي الشخصية كان مكتوب لها الكلام كويس. بس الأداء نفسه أنا اللي عامله. يعني فكرة أداء شحاتة ده كان خدته من واحد بجد. اللحمية اللي عندك. اللحمية اللي عنده دي ويفخم لك الداريا وأقسم بالله خليك تكبه وأظبطك والداريا والحاجات. ده كان بجد مدير إنتاج يقعد يرسم لك أحلام وهمية. فبالظبط وهو كان عنده شنب كده كنت عايز أعمل شكل شحاتة شبهه بالظبط كمان، بس للأسف كنت بصور ساعتها ألف ليلة وليلة فهو جه شكل شحاتة كده يعني. عشان كان عندي حاجتين. فبس أداء شحاتة هو أداء الراجل ده يعني أنا اللي ضايفه للموضوع. أنت اللي أضفت الأداء. طيب الأستاذ عادل إمام بيسمح بارتجال في اللوكيشن؟ يعني ممكن تزود كلمة، ممكن تزود إفيه، ممكن تزود حركه معينه، مشيه معينه، طريقه قعده معينه، ولا برضو التزام تام؟ بص خلينا نقول ان المشيه والحركه والحاجات دي يختص بيها المخرج، واستاذ عادل امام بيقدس كل منطقه لوحدها. يعني استاذ عادل امام بيقدس الورق فهو بيحترم الورق جدا. فانت تقول معانا من الورق، بس جواه نزعه اللي هي الممثل، لان استاذ عادل امام طبعا كان في فريق تمثيل كليه الزراعه يعني جامعه القاهره،
فجوه نزعة الجامعة اللي هي بتاعت الارتجال. فتلاقيه كده ساعات يروح جاي يقول لك ايه، ما عايزين نعمل حاجة هنا. نحط ايه فين، نقول نحط حاجة. فتين تين تك تك تك. فطبعا لا كتير بتتكرر دي مع الأستاذ عادل إمام. بس هو أستاذ عادل إمام يعني مش اللي هتكلم عليه برضو، بجد الموضوع مبهر قوي يا مروان والله. يعني جوهرجي فاهم امتى هنا المنطقه دي محتاجه ترتجل. المنطقه دي هنقولها زي ما هي. المنطقه دي انت هتحلى وتعمل مش عارف، لا لا جاست فازر يعني.